معنا عبر الهاتف الكابتن الكبير كابتن جهاد جريشه الخبير التحكيمي. يا كابتن جهاد مشرف ومنور كالعاده. كريم صباح الخير على حضرتك وعلى كل مشاهدينك. نبدا بمباراه بيراميدز ولا مباراه الاهلي؟ والله انا بيراميدز هتكلم عليها عموما، مش هتكلم على حاجه معينه في بيراميدز. احنا طبعا اللي اخذنا تصريح المدير الفني لبيراميدز عشان نلاقي حاجه مطابقه للتصريح في الارض في المباراه. فبتكلم مجمل المباراه، التحكيم كان كويس جدا، امين عمر والناس اللي كانت موجوده في الملعب. طب عشان اوضح بس عشان ما كنتش لسه قلت التصريح يا كابتن جاد، تكيس جونياس المدير الفني لبيراميدز قال بعد المباراه ان هو متضايق من التحكيم وان التحكيم عايز مننا ايه وان احنا التحكيم في بعض القرارات الخاطئه، فحضرتك بتعلق على ده؟ انا بعلق على ده، بقول لك يا كريم احنا 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 طول الوقت بنتكلم بمصداقيه، فالنهارده لا كان التحكيم كويس. وبالتالي لما التحكيم كويس لازم نقول التحكيم كويس، ما فيش مشكله في التحكيم، وبالتالي النهارده كان تصريح عكس ما شفناه في ارض الواقع في التحكيم في المباراه. انا قلقت على فكره ما اتفرجتش على المباراه، بس قلبت شفت حالات، شفت مواقف في المباراه عشان برضو اتكلم على مصداقيه. انا كنت ما اتفرجتش على المباراه كلها، لكن اللي شفته لا التحكيم كان كويس، ما اثرش ولا في يعني للبنك الاهلي كان له حاجه ولا البيراميدز كان له حاجه، وبالتالي لازم نرد ونقول لا التحكيم كان كويس في ماتش بيراميدز والبنك الاهلي عموما يعني. طيب عندنا ماتش النهارده، الماتش الاساسي النهارده الاهلي ومصر المقاصه والاهلي. هنتكلم في ثلاث حالات، الحاله الاولانيه اللي اثيرت عند حضرتك موضوع فاول ياسر ابراهيم من بره المنطقه ولا من جوه المنطقه، لا الكره بوضوح خارج المنطقه وركله حره صحيحه، كان محمود ناجي حكم المباراه موجود في مكان كويس جدا وحكم المساعد واقف على خط منطقه الجزاء، وبالتالي برضه مساعده في القرار وقرار مميز، الكره خارج المنطقه ومفيش فيها ركله جدا. القرار الثاني او القرارين المهمين الغاء هدفين الشوط الاولاني للمصر المقصه بتاعه التسلل، اختلف بس مع المساعد ان هو رفع الرايه بسرعه، بس الحكم عالج الامر ده بعدم اطلاق الصفاره، لان لازم تعمل ديلي للرايه زي ما بتعمل ديلي للصفاره عشان لو لا قدر الله في خطا الفار يصحح الخطا ده. فالمساعد رفع الرايه بدري شويه، الحكم اخر الصفاره، الكره كملت دخلت هدف، الحكم بعد كده صفر بالتسلل، وبالتالي في فرصه للفار انه يراجع. مراجعه الفار في تسلل موجود، راجل موجود في موقف تسلل، كان قرار الحكم المساعد سليم ولكن توقيته كان غير سليم، ولكن الحكم يعني تدارك هذا الموقف بتاخير الصفاره وقرار مجمله التسلل سليم والغاء هدف سليم. طيب. الهدف الثاني تم الغائه، هدف المقصه برضه كان قرار هايل من حكم المساعد الاول، وفي اللقطه دي بقى هو اخر بقى الرايه والصفاره اتاخرت، وبالتالي كان براح يعني الفار خد وقته جدا في المراجعه، والتسلل موجود وقرار سليم من حكم المساعد وقرار سليم من حكم الفار، وبالتالي احنا في مباراه مجملها تحكيميا مميزه النهارده. لما يكون حاجه فيها حاجه كويسه يا كريم بنتكلم عليها كويس، صح؟ فالنهارده التحكيم ما حسش بيه في المباراه، ماتش سهل تحكيميا بس ممكن طاقم التحكيم يصعب الماتش على نفسه، لان النهارده محمود ناجي وطاقم التحكيم بالكامل قدوا مباراه مميزه النهارده، وخرجت المباراه بدون ما نحس بالتحكيم، وبالتالي احنا بنحييهم النهارده على دهم في التحكيم النهارده. يعني يوم هادئ تحكيميا بشكل عام يا فندم. لا انا عم تحكيم بص، لما نلاقي حاجه فيه ايجابيات لازم نبرزها ونقول التحكيم فيها فيه شغل كويس، لما في سلبيات بنبرز السلبيات عشان التحكيم يتطور، فلما نلاقي حاجه كويسه هنقول عليها كويسه، فالنهارده يوم تحكيمي مميز للتحكيم المصري في الدوري المصري النهارده. صحيح. كابتن الكبير كابتن جهاد جريش انا بشكرك شكرا جزيلا، شرفتني ونورتني كالعاده. طيب ده تكيس النهارده قال اللي بيحصل من الحكام مع فريق بيراميدز دي حاجات غير طبيعيه والامور مش مفهومه والقرارات غريبه، وبصراحه النهارده طاقم التحكيم ما حسناش انه له اخطاء واضحه، ربما هو شاف حاجه ثانيه، وغالبا بيراميدز المباريات القادمه دي هتبقى بحكام اجانب بحسب ما صرح مسؤولي نادي بيراميدز في الفترات الاخيره.